السلام عليكم. عجلة مفاوضات الكويت تحركت مجدداً، والجلسة الأولى بدأت بعد تعثر وتوقف لأيام سببه الرئيس مراوغات تحالف الإنقلاب والتعثرات المصطنعة ومخالفة المواعيد. لكن طائرة تحالف الإنقلاب التي أقلعت من مطار مسقط حطت رحالها في مطار الكويت محملة باشتراطات لمحاولة تغيير أجندة المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مسبقا ممثلة بنقاط تنفيذ القرار الأممي 2216 كأساس للتفاوض. الجلسة التي تم إلقاء كلمات فيها من قبل وزير خارجية الكويت والمبعوث الأممي والتي أكدت في مجملها على سير محادثات السلام ومسألة الإسناد الإقليمي والدولي والحديث عن مرجعيات المشاورات هناك. وفي كلمة وفد الحكومة الشرعية جاء تأكيد الدكتور المخلافي الذي قال في الجلسة المغلقة: أكرر التأكيد لوفد الأمم المتحدة بأننا لن نقبل أي تغيير في الأجندات المتفق عليها وعلى الاتفاقات أن تبقى كما هي بدون أي تغيير، في إشارة إلى الجدل الدائر حول أجندة المفاوضات وموقف وفد السلطة الشرعية من ذلك الجدل. فلماذا يصر تحالف الانقلاب على تغيير أجندة المفاوضات خارج نقاط القرار الأممي الذي تم الاتفاق مسبقا على أن يكون التفاوض حول وضع الخطط لتنفيذ القرار؟ ماذا تضمنت الجلسة الأولى من المفاوضات؟ وهل ستذهب محادثات السلام نحو الحل السياسي المتمثل بتنفيذ القرار الأممي؟ حول الجلسة الافتتاحية للمفاوضات في الكويت ومستقبل محادثات السلام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا. ولكن نذهب أولا لمشاهدة هذا التقرير. بعد مماطلة وتلكؤ في الحضور من قبل وفد الميليشيا أعقبه تأجيل ليومين آخرين وتهديدا بالمغادرة من قبل وفد الحكومة، أخيرا انطلق لقاء الكويت الذي دشنت أعماله بكلمة لوزير خارجية البلد المستضيف، والتي دعا فيها أطراف الحوار اليمني إلى التسامي فوق الجراح والدخول في المشاورات بحسن نية، مؤكدا على أن بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح اللقاء الذي يراد له الانتقال باليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة إعادة الإعمار. دعوة لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي. المبعوث الأممي ولد الشيخ أكد على أن جلسات الحوار ستنطلق من محددات القرار الأممي 2216 المتمثلة بالنقاط الخمس التي تنص على انسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة واستعادة العملية السياسية وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها وفرض حضورها على كافة الأراضي اليمنية. سوف تنطلق جولة المشاورات من النقاط الخمسة النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيل في ديسمبر 2015. وسط آمال وترقب انطلقت جولة الكويت الثالثة من المشاورات بين الأطراف، فيما عيون اليمنيين تترقب ما ستفضي إليه هذه الجولة من نتائج لعلها تنهي الحرب وتفتح أفقا جديدا للسلام في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والدمار. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم هنا معنا في الاستوديو الكاتب والناشط السياسي الأستاذ محمد المقبلي لمناقشة هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أستاذ آسيا. بداية أستاذ محمد، بالتأكيد تابعت افتتاح الجلسة الأولى للمشاورات وهي يعني في الجلسة الافتتاحية، ما الذي تقرأه في الجلسة الافتتاحية؟ أنا أقرأ في الجلسة الافتتاحية أن مفاوضات الكويت يبدو أنها تستند إلى ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي أجندة المفاوضات وهي الذي يدور حولها الجدل. النقطة الثانية هي مسألة نقاط التفاوض الذي سيتم حولها. النقطة الثالثة وهي الأهم مرجعيات التفاوض. النقطة الذي مثلا تضمنت الكلمات بالنسبة لكلمة وزير الخارجية الكويتي كانت كلمة مسؤولية، كلمة مسؤولة. الكويت لها دور تاريخي في إسناد اليمن، تعالت على الجراحات التي سببها النظام السابق في عام 90 وحملت آفاق كثيرة وجدية وبالذات فيما يتعلق بمنافع إعادة الإعمار. كلمة المبعوث الأممي أيضا ركزت على المرجعيات بشكل أساسي وركزت أيضا على النقاط الخمس، وإن بدت مثلا في بعض في 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 نقاط منها مثلا ضبابية، لكن في المجمل هي كانت جيدة. بالنسبة للكلمة الأهم هي كلمة رئيس الوفد التفاوضي اللي هو الدكتور عبد الملك المخلافي، والذي أوضح بشكل واضح وصريح وأساسي في نقطة معينة مهمة جدا الذي يدار حولها الجدل والذي حول الانقلاب أن يراوغ حولها، وهو قال بالنص أن نحن اتفقنا على أجندة معينة في المفاوضات ولا يمكن أبدا
التنازل عنها، في إشارة منه واضحة إلى مراوغة الإنقلاب في محاولة إضافة أجندة معينة خارج الأجندة التي تم الاتفاق عليها في جلسة المفاوضات، والتي تركز في جوهر الأساسي على ثلاث مرجعيات مهمة لا ينبغي التفريط فيها: المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، القرار الأممي باعتباره يؤدي إلى استعادة الدولة الذي أيضا يقاوم من أجلها الشعب ويقاوم من أجلها الجيش الوطني. إذن أستاذ محمد، يعني سنعود لهذه النقاط بالذات، ولكن اسمح لنا أن نستقبل عبر الهاتف الأستاذ ياسر الحسني الصحفي برئاسة الجمهورية من الكويت. مساء الخير أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، مساء النور أختافيا. أستاذ ياسر، ما هي انطباعاتك عن الجلسة الأولى الافتتاحية وكذلك المغلقة؟ أهلا وسهلا. لا يوجد جلسة مغلقة، هي فقط جلسة افتتاحية، وسيتم البدء بالمشاورات من غدا الجمعة. أول جلسة المشاورات غدا الجمعة، اليوم فقط كان افتتاح، كانت كلمة للمبعوث الأممي كما تابعتم، وكلمة لوزير الخارجية الكويتي، وثم كلمة لرؤساء الوفدين الدكتور عبد الملك الخلافي رئيس وفد الحكومة الشرعية ورئيس وفد الانقلاب عبد السلام محمد، وايضا عارف الزوكة. فاثناء إدارة الجلسة وايقاف البث المباشر حصل خلاف بين الوفدين، كل وفد يريد ان يتحدث اولا، فتدخل ولد الشيخ وبدا بالحديث محمد عبد السلام ثم عارف الزوكة، فيبدو ان هناك خلاف بين وفدي الميليشيا فيما ظهر في اثناء الجلسة الافتتاحية بعد انقطاع البث المباشر. نعم، يعني كل طرف قدم كلمة. أستاذ ياسر، هل أفهم أن يعني عارف الزوكة قدم كلمة وكذلك عبد السلام قدم كلمة أخرى؟ الكلمة قدمها محمد عبد السلام، ولكن عارف الزوكة حرص أن يعتذر، قال أنا أعتذر عن التأخير الذي حصل بسبب كثير من التعقيدات والإجراءات والتنسيق، فكان هناك اعتذار مبطن من عارف الزوكة. بينما محمد عبد السلام أيضا لأول مرة يكشف خلال اللقاء عن دعم عمان لهم، نحن نعرف أن عمان كانت تقول أنها محايدة بين في الصراع، ولكنه كشف، قال نشكر الدعم بالحرف، نشكر الدعم العماني المحدود للقوى السياسية اليمنية، ويقصد قوى الانقلاب اللي هو حزب المخلوع صالح وجماعته الانقلابية ميليشيا الحوثي. يعني فهذا ما تم في اللقاء أو كواليس اللقاء التي لم تظهر على وسائل الإعلام. طيب تحدث عبد العزيز جباري. نعم تفضل. عبد العزيز جباري تحدث في اللقاء وقال أننا نرحب بأننا دعاة سلام، وأن الدولة صبرت 4 أيام لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه شعبنا، بينما الوفد الميليشيا لم يشعر بالمسؤولية تجاه الشعب الذي يعاني ويكافح من أجل السلام، ولكن الميليشيا الانقلابية استهترت بالأمم المتحدة وبالحكومة الشرعية ومجلس التعاون الخليجي. كانت كلمة الأستاذ عبد العزيز بكري موجهة وقوية أمام الوفد الانقلابي. نعم، طيب أستاذ ياسر، يعني تناولت مصادر إعلامية أن عن حول حديث الوزير المخلافي بأنهم لن يقبلوا بأي تغييرات في الأجندات المتفق عليها. نعم، نعم. هل نفهم من هذه الكلمة أستاذ ياسر أن هناك تلاعب بأجندة المفاوضات؟ الميليشيا الانقلابية طلبت وماطلت من أجل تغيير الأجندة المفاوضات أو عفوا المشاورات، ولكن الوفد الشرعي وأيضا الأمم المتحدة رفضت أن تعدل الأجندة التي موضوعة على طاولة المشاورات. الميليشيا تحاول أن تغير في الأجندة وتضيف ما يسمى باتفاقية السلم والشراكة التي فرضت بقوة السلاح على الدولة، ونحن نعرف جميعا ميليشيا الحوثي عندما اقتحمت العاصمة صنعاء جمعت القوى السياسية والأطقم الحوثي ودبابات المخلوع صالح تحاصر القوى السياسية وبيوت القيادات السياسية، وتم توقيع الاتفاقية تحت قوة السلاح. تريد أن تضيف هذه الاتفاقية التي يرفضها الشعب اليمني وترفضها الحكومة الشرعية، وتريد أن تعدل الأجندة، لكن هناك رفض حتى الآن. والوزير الخارجية تحدث بالحرف الواحد، قال أننا لن نقبل، أكرر دعوتي لوفد الأمم المتحدة بأننا لن نقبل بأي تغيير في الأجندات المتفق عليها، وعلى الاتفاقيات أن تبقى كما هي بدون أي تغيير. نعم، إذا شكرا جزيلا لك ياسر الحسني الصحفي برئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. وقبل أن تعقب أستاذ محمد على حديث الأستاذ ياسر، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد ناثان تيك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من دبي. مساء الخير سيد ناثان. مساء النور، أهلا وسهلا.
أهلا بك سيدنا ثاني، يعني نود أن تحدثنا عن الدور الأمريكي إزاء القضية اليمنية خاصة بعد زيارة الرئيس أوباما للمنطقة. هذه طبعا تعد الزيارة الرابعة لرئيس باراك أوباما إلى السعودية، وهذا أكثر من أي رئيس أمريكي سابق. وطبعا تم تداول موضوع اليمن لأن هذا الموضوع فعلا يهمنا ويهم شركائنا في دول الخليج كذلك. نحن طبعا نرحب بالهدنة في اليمن ونتطلع إلى استئناف أو يعني بداية المفاوضات في الكويت، ونحن فعلا نريد أن نعمل مع الخليجيين من أجل يعني إيجاد حلحلة سياسية لما يجري في اليمن، إضافة إلى يعني تخفيف معاناة الشعب اليمني، لأن الوضع الإنساني في اليمن فعلا مزري وغير مقبول. ولذلك الولايات المتحدة سوف تعمل مع شركائنا في دول الخليج من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأماكن التي هي بحاجة ملحة إليها. نعم، طيب سيدنا ثان، برأيك هل ستؤثر القمة الأمريكية الخليجية على مسار جولة المشاورات إيجابا بالضغط على أطراف الانقلاب على الأقل يعني للإنصياع لقرارات مجلس الأمن؟ مما لا شك بأن يعني نحن طبعا نتشاور يعني بشكل مستمر مع شركائنا في دول الخليج من أجل دفع العملية السياسية قدما، ونحن فعلا نقدر الجهود السياسية التي بذلتها دول الخليج من أجل خلق بيئة مناسبة لمثل هذه المفاوضات. وكذلك يعني نحن نعتبر ان يعني حلحلة هذه المسألة في اليمن تصب في صالح الولايات المتحدة وصالح الدول الخليج لعدة اسباب. اولا يعني أنشطة الحوثيين تمثل جزءا لا يتجزأ من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهذا الأمر يقلقنا بشكل كبير جدا. ثانيا طبعا نحن نريد حسم موضوع الحوثيين وحسم موضوع الصراع الحالي في اليمن حتى يكون هناك المزيد من المجال للدول الخليجية أن تركز على محاربة داعش والقاعدة في اليمن. فهذا الأمر يعني أيضا يعني يهمنا كثيرا جدا. فكلما نقترب إلى حلحلة سياسية كلما نستطيع أن نركز أكثر على الجماعات الإرهابية التي استغلت يعني هذه الحرب في اليمن، فنحن سوف نستمر في هذا الصدد. نعم، يعني سيدنا ثان، هل نستطيع القول أن الموقف الأمريكي منسجم مع قوات التحالف أو مع الموقف التحالف العربي بشأن مناهضة الانقلاب، رغم يعني ما يثار حول أن كلما وقع الحوثيين في ورطة أو في أزمة معينة تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذهم؟ لا أظن ذلك، ويعني ليس هناك أي يعني دعم أمريكي للحوثيين بهذا الشكل. الولايات المتحدة تتفق مع دول الخليج على ضرورة إيجاد حل سياسي وفقا لنتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. ونحن نريد الحكومة الشرقية أن تستعيد وأن ترجع إلى مكانها الصحيح، ونحن سوف نعمل من أجل ذلك في دعم العملية السياسية في الكويت. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سيدنا ثان تك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. عودة إليك أستاذ محمد، بالتأكيد نعقب أولا على ما طرحه الأستاذ ياسر الحسني من وجود أولا خلافات بين فريق الانقلاب وأيضا حول كلمة جباري والمخلافي. أنا طبعا قناعتي الشخصية أن الخلافات بين طرفي الانقلاب خلافات مصطنعة، كل منهم يبحث عن حصته السياسية. هؤلاء شركاء في تدمير البلد، والمؤتمر الشعبي العام جناح صالح على وجه التحديد كان يشكل غطاء سياسي لانقلاب جماعة الحوثي، لا خلافات حقيقية بين وفدي المؤتمر الشعبي العام جناح صالح وجماعة الحوثي، شركاء في الانقلاب منذ اللحظة الأولى، لا موقف جدي وسياسي. التعويل على هذه الخلافات انتهى أوانه من وجهة نظري الشخصية. هنالك فهلوة وهنالك فبركة مصطنعة، ولم يستطع جناح مؤتمر الشعب العام أن يميز نفسه عن جماعة الحوثي، كان عبارة عن ملحق عسكري سهل الجماعة الحوثي دخول المعسكرات، سهل لها دخول المؤسسات. فهذه خلافات مصطنعة ومحاولة أن يقدم نفسه. ما الذي سيستفيدونه من كل طرف إظهار هذه المسألة؟ مضاعفة حصتهم في أي تسوية سياسية قادمة، في أن كل منهما يريد الحصول على حصته على انفراد،
وهذا في حقيقة الأمر غير وارد أساساً، لأن المؤتمر الشعبي العام رضى لنفسه جناح علي عبد الله صالح أن يكون ملحق عسكري وسياسي لجماعة الحوثي، وهذا هو الذي ارتضى لنفسه بالارتداد عن المشروع الجمهوري، وهو الذي أنقلب على عملية سياسية أصلاً كان له نصف 50% منها، وكان نصف في حكومة الوفاق، وكانت كل كوادر داخل مؤسسة الدولة، وكانت كل مجلس النواب مؤتمر شعبي عام أغلبه، المجلس المحلي مؤتمر شعبي عام، مجلس الشورى، هو الذي سهل في الانقلاب على هذه المؤسسة الدستورية الذي كان جزء منها. فلا تعويل نهائيا عن الخلافات ما بين جناح صالح وبين جماعة الحوثي، هو تحالف طبيعي بين ثورة مضادة لسبتمبر ممثلة بالمشروع الإمامي الحوثي، وثورة مضادة لثورة فبراير ممثلة بجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، وأصحاب وهم حكم عائلي جناح المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح، وأصحاب وهم حكم سلالي إمامي جماعة الحوثي، فهو تحالف طبيعي لا ينفك، توحدهم الرؤية وتوحدهم أيضا الجذور السياسية الذي ينطلقوا من خلالها. طيب تعقيبا على ما طرحه السيد ناثان تيك بأن الموقف الأمريكي واضح بأنه مع قوى التحالف العربي وبأنه ساعي لأن تهدأ المنطقة وأن تدخل المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، أنا قناعتي الشخصية أن الجديد في كلام ناثان هي جملتين مهمتين. الجملة الأولى أنه أعترف بشكل صريح أن أنشطة جماعة الحوثي جزء من الأنشطة الإيرانية في المنطقة. الاعتراف الثاني وهو الذي اعترف فيه أن الانقلاب على السلطة من قبل جماعة الحوثي ومن قبل تحالف علي عبد الله صالح كان أيضا ساهم في تقويض الدولة وساهم في مساعدة الجماعة الإرهابية، وهذا هو اعتراف جديد، بالإضافة إلى الاعتراف الصريح والواضح في إسناد الحكومة الشرعية ودعم الأمريكان للموقف السياسي. لكن لمعرفة قراءة السياسة الأمريكية ينبغي علينا أن نقرأها من ثلاثة خطوط. الخط الأول هو خط البنتاغون، والخط الثاني هو خط البيت الأبيض، والخط الثالث هو خط الخارجية الأمريكية. الخارجية الأمريكية خطابها معقول وسياسي ويدعم العملية الديمقراطية والسياسي، وهو ما عبر عنه ناثان. الخط الثاني هو خط البيت الأبيض وتحكمه مجموعة من المصالح في المنطقة، ومن بينها صفقة واضحة المعالم بين الأمريكان وبين إيران. أما الخط الثالث فهو خط البنتاغون، التعامل مع التحولات السياسية والديمقراطية في المنطقة باعتبارها ملف أمني ضمن سياق ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. يدرك ناثان وهو يتحدث عن مسألة الحديث عن مكافحة الإرهاب في اليمن أن من قوض الدولة ومن انقلب على السلطة الشرعية الذي كانت برعاية العشر الدول الراعية للمبادرة الخليجية والمؤتمر الحوار الوطني هو الذي أسهم أيضا في تمدد القاعدة. وتتجاهل أيضا ناثان جملة مهمة جدا حدثت قبل يومين بحسب تصريح للشرق الأوسط أن هنالك تبادل أسرى ما بين تنظيم القاعدة وبين جماعة الحوثي، وهو يوضح التزاوج بين هذين الجماعتين الإرهابيتين التي هي ضمن أجندة إيران في المنطقة. إذن يعني سنواصل الحديث عن هذه النقاط أستاذ محمد، ولكن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف الصحفي أنيس منصور. مساء الخير أستاذ أنيس. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ أنيس. يعني لو تحدثنا عن الجلسة الافتتاحية ومدار فيها، هناك يعني من يشكك أو من يتخوف من الالتفاف على النقاط الخمس أو على القرار الأممي وعلى المرجعيات الأساسية التي تقوم عليها المشاورات، ما رأيك؟ طبعا هي يعني واضح كلمة ولد الشيخ بغض النظر عن ما حملت من بعض الإيجابية في بعض الطرح بما فيها منفوض تنفيذ القرار 2216، لكن فيها نوعا من الألغام. يعني لو واحد قرأ واطلع على كلمة ولد الشيخ فيها كثير من الألغام التي تريد أن تقلع الحوثيين أو تريد أن تعيد سيناريو الحوثيين من جديد. بصراحة هناك يعني المبشرات أو المعطيات الأولية تنبئ أن هناك كل طرف يمسك بأمور كثيرة جدا، لكن في المقابل طرح ولد الشيخ أيضا طرح جميل جدا في مقدمة الكلمة، وقال أنه ستدور المحادثات أو المفاوضات أو المشاورات حول أربع نقاط، وحدد هذه النقاط وهي التي أزعجت الانقلابيين كذلك. لكن في المقابل هناك ألغام أخرى تضمنها مسألة أنه العودة إلى الشراكة وشركاء وغيرها من المصطلحات الألفاظ التي هي مبطنة. الشيء الجميل أنه هي كلمة عبد الملك المخلافي الذي وضح فيها أنه الموعد جاء متأخرا بعد أربعة أشهر، يعني بعد أربعة أيام بل وأربعة أشهر من يعني من مفاوضات أو مشاورات بيال في سويسرا. نعم. تحدث يعني كانت كلمة جميلة جدا وراقية ومتزنة وواضحة، يعني وهو يقول كنا نتمنى من الطرف الآخر ألا يتأخر حتى لا ينقل الناس من الأمل إلى خيبة الأمل، يعني انتقل الناس من الأمل إلى خيبة الأمل بعد أن كانوا مستبشرين خيرا في تلك التحركات،
لكن المعطيات والمقدمات تؤكد أن الحوثيين يريدون إفشال مفاوضات أو مشاورات الكويت بأي طريقة كانت من خلال استعراض بعض التفاصيل التي لا يمكن الخوض فيها. هناك خطوط عريضة، هم لا يريدون خطوط عريضة ولكن يريدون مجموعة من التفاصيل. تحدث المخلافي وقال بلدنا أحوج ما تكون للسلام والتعايش وكل الأوهام ستزول وستبقى الحقائق واضحة دون إقصاء أو عنف أو شطرية أو طائفية. قال إنه نحن لم نختار الحرب والدعوة إلى التعايش، ولكن دعونا إلى التعايش ولكن دون السلاح، يعني لا بدون سلاح ودون انقلابات، والدولة هي الوحيدة المخولة بامتلاك هذا السلاح. وقال إنه ما افتعلوا الانقلابيين من عراقيل في طريق السلام تحدث بها، إنه لا مجال للمناورات، لا مجال للمناكفات، لا مجال لاستعلاء العقبات، لابد من عمل بحس وطني عالي. دعا بأن الأمم المتحدة، دعيني على الكلمة الأخيرة، دعا الأمم المتحدة بأننا لم نقبل هكذا شيء. هذا نقطة مهمة جدا لك وللمشاهدين وللقراء وللزملاء وللمستمعين، وهو يقول بأننا لن نقبل أي تغيير في الأجندة المتفق عليها وعلى الاتفاقات أن تبقى كما هي بدون تغيير. هكذا الاتفاق، هذه الكلمة أو هذه العبارة توحي أن الحوثيين يريدون أن يغيروا مسار المشاورات. نعم، طيب هل تتوقع أنهم سينجحون بهذا التلاعب أستاذ أنيس، خاصة أنه يعني ربما ظهرت هذه المسألة في تأخرهم عن الموعد، المماطلات، رفضهم للحضور، مثل هذه الأمور الشكلية، هل سيستطيعون فرض ما يريدون من أجندات؟ أعتقد أن عملية فرض لا يمكن لها أن تكون، لأنه شرعية متمسكين. يعني أنا كنت قريبا من مكان المفاوضات في المركز الإعلامي، وهناك عملية رفض كانت مستمرة في هذا الاتجاه، أنه من الصعوبة أن يفرض الحوثيين أجندتهم في ظل وجود عناوين عريضة جدا متفق عليها ما بين وفد الإنقلابيين وما بين ولد الشيخ وما بين ما وقعوا عليه في المجيء. يعني أنت اتفقت على مجيء مجموعة خطوط، وعندما وصلت إلى هنا تريد أن تدخل في تفاصيل، بل وتريد أن تصنع يعني معجزات أو عراقيل أمام المفاوضات. الحوثيين باختصار عزيزتي يريدون كيف أن يتوقف التحالف عن دوره، وبالتالي أو يبحثون عن مصوغ قانوني يكون من الأمم المتحدة أو دوليا كيف يرفعوا دور التحالف في اليمن. هذا هو الذي يدندن حوله عزيزتي آسيا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي أنيس منصور، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. السادة المشاهدين، أستاذ محمد المقبلي، نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود لاستكمال حوارنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. وددت أن تعقب على حديث الأستاذ أنيس منصور، تفضل. هو طبعا النقطة اللي هي الجوهرية الأساسية والذي بدأ تحالف الانقلاب أنه يراوغ من أجلها هي مسألة أجندة المفاوضات. أجندة المفاوضات الذي أصلا أرتضاها اليمنيون في أن تحقق الأهداف التي قاوم من أجلها الشعب، اللي هي نقطتين أساسيتين ولا يمكن لليمنيين أن يقبلوا أن يتنازلوا عنها، والتضحيات التي تمت على مدار سنة هي من أجلها، استعارة الدولة، إسقاط الانقلاب. أي حلول سياسية ستحقق السلام وستذهب لتحقيق هذه النقطتين الأساسيتين سيكون الشعب معها. طب هل تجد أن النقاط الخمس تتضمن هذه النقطتين؟ إذا ما تم إضافة إليها مخرجات المؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية اللي تتضمن عدم المساس بالشرعية السياسية، ونحن عندما نتحدث عن الشرعية السياسية نتحدث بشرعية رئيس الجمهورية الذي تم الانقلاب عليها. من وجهة نظر الشخصية، إذا كان هناك خطة وآلية تنفيذية حقيقية لتنفيذ نقاط مخرجات قرار مجلس الأمن، وأن تكون الضامن الأساسي لذلك القوتين الأساسيتين الموجودتين على الأرض، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بالتحالف العربي، من وجهة نظر الشخصي أنا أنها ستؤدي إلى تحقيق أهداف الشعب الذي قاوم من أجلها، وهي استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. أما إذا تم الالتفاف على الآلية التنفيذية كما هل النقاط الخمس، أفهم من كلامك أنه النقاط الخمس غير منبثقة عن المبادرة الخليجية والقرار 22-16؟ لا، هي جوهر القرار الأممي 22-16. أساسا هذه النقاط الخمس، كيف جاءت هذه النقاط الخمس؟ كنا نتحرك وفقا لمرجعية سياسية متمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تم الانقلاب عليها من قبل تحالف الانقلاب الممثل بجماعه الحوثي وجناح علي عبد الله صالح. جاء القرار الاممي اصلا لتلافي كمرجعيه جديده اساسا تعيد من جديد العمليه السياسيه الى النقطه الذي تم الانقلاب عليها. لكن من وجهه نظري الشخصيه اذا تم الالتفاف على اي نقطه جوهريه في الاليه التنفيذيه للنقاط الخمسه التي تعتبر جوهر القرار الاممي 2216 وايضا وتم محاوله الالتفاف على قرارات مجلس الامن في مقدمه العقوبات من وجهه نظري الشخصيه سيعيد المبعوث الاممي فقدان الثقه الشعبيه كما فقد الشعب برعايه العمليه السياسيه الذي قام بها جمال بن عمر وهو كان قد قطع صوت جبار في العمليه السياسيه. لكن حدث الالتفاف في الاليه التنفيذيه ونحن هنا في اليمن نعاني من مشكله كبيره جدا، مشكله تنفيذ النقاط والاتفاقات والمعاهد. نحن امام طرف لديه سجل لحافل في الانقلاب على الاتفاقيات، طرف انقلب على الاتفاقيات مثلا وهو امتداد للمشروع الامامي وانقلب على 38 اتفاقيه دائم للحروب السته، وطرف انقلب ايضا على وثيقه العهد والاتفاق في التسعينات وانقلب على مخرج الدستور اليمني وايضا انقلب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فنحن امام حاله لا ثقه، ومن حق الشعب ايضا ومن حق المقاومه الشعبيه ومن حق الجيش الوطني المقاوم في الميدان الا يثق في اي مقررات سياسيه. سبب بسيط جدا، ان لدينا سجل الحافل من فقدان الثقه بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. لكن اي نقاط خمس واي قرار اممي يتغافل عن المرجعيتين الاساسيتين تمثل المبادره الخليجيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني يكون في هذه الحاله قد ساهم في مكافاه من دمروا هذا البلد وهي قوى الانقلاب الذي فرضت الحرب ودمرت السلام ودمرت كل عملية سياسية كانت موجودة في البلد وأدخلت البلد في جحيم منذ النكبة في 21 سبتمبر 2015. إذن سأعود إليك أستاذ محمد، ولكن أيضا ينضم معنا السيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبضيوفكم الكرام وكل المشاهدين. أستاذ محمد، يعني صدر عن مركز أبعاد 4 سيناريوهات حول مفاوضات الكويت، هل لخصتها لنا وللسادة المشاهدين؟ طبعا سيناريوهات أبعاد حول مشاورة الكويت وضعت 4 نقاط، الأولى منها وهو توقع أن تستجيب الميليشيات الانقلابية للنقاط الخمس التي وضعتها الشرعية إلى جانب تطبيق القرار الدولي، وهذا يعد انتصار للشرعية. وهذا السيناريو ذكرنا أنه ضعيف لأنه من المستحيل من قبل الانقلابيين الموافقة عليه. السيناريو الآخر هو أن تتنازل الشرعية عن هذه النقاط وتنزل إلى مستوى السقف الذي رفعت الميليشيات الانقلابية وضعها به وهو العودة إلى. لكن هذه النقاط الخمسة أستاذ محمد يعني اتفق عليها في الرياض وذهبوا يعني وهم يعلمون بوجودها. نعم، هناك خلاف على الأجندة نفسها وترتيباتها. نعم. يعني الحركة الانقلابيين يريدون البحث عن مسارات سياسية قبل تطبيق القرار. نعم. الدولي وقبل الانسحاب وقبل تسليم الأسلحة، وبالتالي هذا الأمر معناه مزيد من السيطرة على الأرض. والسيناريو الأول نفسه إذا تم الموافقة عليه صعب جدا تطبيقه على الأرض لأن قوات الشرعية لا زالت لم تفرض واقعا على الميدان. السيناريو الثاني وهو سيناريو العودة إلى اتفاق السلم والشراكة معناه انتصار للانقلابيين، وهذا لن تقبل به الشرعية. يبقى أمامنا سيناريوهين آخرين وهو التوافق، لكن التوافق على ماذا؟ السيناريو الثالث الذي ذكره مركز أبعاد في تقريره أن هذا قد يتم بالموافقة السلطة الشرعية على بعض العودة إلى جانب التفاوض مع بعض التنازلات مثل إنهاء إصدار القرارات الأخيرة التي تم فيها تعيين علي محسن وأيضا بعض الأشياء. وهذا يعطي فرصة كبيرة للانقلابيين إذا تمت الموافقة عليه كونهم الأكثر وجودا على الأرض وتوسعا. نعم. أيضا السيناريو الرابع هو سيناريو فشل هذه المفاوضات والعودة إلى حالة الحرب، وهذا السيناريو بحد ذاته هو معناه مزيد من التوازنات على الأرض، أي بمعنى كان اتفاقية جنيف كانت فيها الأولى كانت السيطرة للانقلابيين، والآن في مشاورة الكويت بعد اتفاقية جنيف الثانية نجد أن هناك تعادل في التوازن، ولا يمكن تطبيق أي اتفاق إلا إذا في حالة وجود طرف مهزوم، ونحن نعم. توقعنا أن الحرب ستعود لانتصار طرف على طرف ومن ثم تبدأ العملية السياسية والمشهد الأخير. نعم. يعني
التقرير يعني ربما رجح كفة فشل المفاوضات والعودة للحرب أو هذا السيناريو، يعني البعض يراها أنها نظرة تشاؤمية، خاصة وهناك يعني أحاديث كثيرة عن أن هذه المشاورات مختلفة وأنها ربما وصلت يعني بالطرفين إلى مرحلة إنهاك ويعني إرادة ربما حقيقية أو جادة للسلام. نعم، في الأخير ممكن الوصف هذه الرؤية أو هذا السيناريو بسيناريو تشاؤمي فعلا، لكن المسألة لا تخضع للعاطفة، المسألة تخضع لمدى يعني مدى رؤية الطرفين للمستقبل على الأرض. يعني نحن نتحدث عن توازن في القوى الآن، يعني وصل توازن ما بين السلطة الشرعية والانقلابيين، أصبحت هناك محافظات بيد السلطة الشرعية ومحافظات بيد الانقلابيين. هذا التوازن حتى ولو كان هناك إنهاك للطرفين، هذا سيمنع أي توافق بناء على غلبة، أي بمعنى مثلا سيطرة الشرعية أو سيطرة الانقلابيين. ولذا فإن المشاورات القادمة أو المشهد السياسي القادم بعد دورة الحرب الذي توقعها سيناريو النيار مشاورات الكويت هو يحدد الطرف الأقوى الذي ممكن يخضع الطرف الآخر. وأنا أتوقع أن التحالف العربي قد يستمر في عملياته العسكرية إذا ما انهارت المشاورات قبل أن يسدي الستار على الحرب نهائيا في اليمن بمشهد سياسي وهو توافقي يفرض أو تفرض الخمس نقاط على الانقلابيين وتطبيقها حسب الأجندة التي وضعت من قبل السلطة الشرعية. نعم، ابقى معنا أستاذ عبد السلام، يعني أنقل فقط يعني استمع معنا الأستاذ محمد المقبلي لهذه السيناريوهات، ربما طلع عليها من قبل، كيف تقيمها أنت أستاذ محمد؟ هل يعني تجد فعلا أن السيناريو الأقوى هو سيناريو فشل المفاوضات والعودة إلى الحرب؟ هو طبعا أنا قد يكون مثلا عندي وجهة نظر مغايرة قليلا، لكن في كثير من النقاط التي ذكرها تقرير المركز كانت جيدة لحد بعيد، لكن أقفل نقطة معينة هو مسألة من المسيطر الآن على المجال الحيوي في اليمن. طبعا فيما يتعلق بالمعادلات العسكريه والسياسيه لا تقاس الامور بالسيطره على الجغرافيا فقط، بل على المجال الحيوي، مثل مضيق باب المندب، ميناء عدن، منابع الثروه في مارب، منابع الغاز مثلا في محاف. ولكن كل هذه الى حد الان لم تفد الشرعيه بشيء. هي بالعكس غيرت كثير من الموازين. انت تلاحظي مثلا كانت جولات المفاوضات الاولى في لحظه من اللحظات تكت لا يكون للجيل الشرعي مثلا التواجد على الارض بطريقه معينه، لكن النقطه التي اركز عليها انا انه علماء التفاوض يقولوا لتحقيق اي تفاوض سياسي في العالم لابد ان يكون هنالك جماعتين او طرفين لديهم يتسموا بالحد الادنى من الانضباط. لو نظرنا الى الطرف الاخر، الطرف الاخر لا يتمتع بالحد الادنى من الانضباط السياسي. عندما تم توقيع المبادره الخليجيه كانت بين طرفين سياسيين اتفقنا واختلفنا معهم، لكن كانوا يتمتعوا بالحد الادنى من الانضباط السياسي، وبالتالي تم تطبيق الحد الادنى من هذه الاتفاقيه السياسيه التي تمت برعايه الدول الخليج. الطرف الاخر طرف غير منضبط. تحالف الانقلاب طرف فوضوي غير منضبط، واي طرف منضبط غير منضبط ولا يستم. هذه النقطه الاولى، انه طرف غير منضبط، وبالتالي صعوبه الحلول السياسيه المستدامه مع طرف غير منضبط كما يقول علماء التفاوض. النقطه الثانيه وهي الجوهريه ومهمه جدا ايضا، هي مساله القرار المحلي. هل قرار جماعه الحوثي قرار محلي لكي يمكن الاتفاق معها نحو الحلول السياسي والسلام؟ من وجهة نظري الشخصية وشهادة كثير من المراقبين والمتابعين أن قرار جماعة الحوثي ليس قرار محلي، بل قرار تتحكم به ميليشيا حزب الله من الضاحية الجنوبي في بيروت، وقرار تتحكم به أيضا أجندة إيرانية. فبالتالي أنا كيف بإمكان أن أعمل اتفاق محلي واتفاق وطني مع جماعة ليست مستقلة في القرار ولا ينبع تفكيرها السياسي؟ وهذا بشهادة البرحوم الدكتور عبد الكريم الإرياني عندما قال كنا عندما نحاول أن نبرم معهم اتفاقيات في موزمبيق في التحضيرات السياسية كانوا يتلقوا تعليمهم من إيران عبر وسيط عماني. نعم تماما. فأنا أرجح ما ذكرها المركز في هذا النقطة المعينة، لكنه يغفل مسألة التركيز على الجوانب الحيوي. نعم، ما رأيك أستاذ عبد السلام في مسألة الجوانب الحيوية، خاصة يعني وأن السيناريو بالنسبة لكم الأقرب هو سيناريو عودة الحرب؟ طبعا أنا مع كل ما ذكره الأستاذ محمد، وأعتقد فقط في هذه النقطة أن التوازنات موجودة. يعني إذا تحدثنا عن الجانب الحيوي مثلا منابع النفط والموانئ بالذات ميناء عدن،
نحن نغفل أيضا السيطرة على الجهاز المركزي للدولة، وهو فيها الترتيبات الأمور المالية والإدارية، هذا أمر مهم جدا. إلى حد الآن السلطة الشرعية لا زالت ضعيفة في هذا الجانب، لكن أقول أن توقعنا، حتى توقع السيناريوهات نفسها، أن الحرب القادمة قد تؤدي إلى مزيد من انسحاب الأرض من تحت الانقلابيين، وهذا سيعطي ربما إجبار على الاستسلام، بدلا أن تكون هذه المفاوضات مفاوضات اختيارية في الاستسلام. وكانت المفاوضات السابقة جنيف 1 وجنيف 2 كانت من باب القوة التي تتحدث الحركة الانقلابية، أما الآن فهي من باب التوازن. ونتوقع في الجولة القادمة، وهي الجولة التي يختم بها المشهد في اليمن، المشهد العسكري، هي مفاوضات سياسية تعطي تعزيز لقوات الشرعية على الأرض. نعم، إذا أستاذ محمد، يعني لو تحدثنا عن يعني هناك تسريبات إعلامية تقول من خلال كلمة يعني محمد عبد السلام وأيضا عارف الزوكا بأنهم يريدون تشكيل حكومة مشتركة وتسلم الأسلحة من كافة الأطراف لهذه الحكومة، هل تتوقع أن ينجحوا في مثل هذه النقطة، وماذا لو نجحوا في طرحها؟ أنا أعتقد أننا سنكرر الخطأ الكارثي الذي تم فيها التركيز على تشكيل الحكومة في أثناء اتفاقية السلم المشتركة، ثم بعد ذلك كانت هذا الاتفاقية السياسية عبارة عن غطاء كارثي تم من خلالها الانقلاب. لا أعتقد أن القوى الشرعية ولا التحالف العربي بتلك السطحية الذي بإمكانهم أن يكرروا هذا الخطأ التاريخي والاستراتيجي. خلال مناورات التحالف الانقلاب التاريخي كانت تركز على أن الحصان يسبق، أن العرب تسبق الحصان. سنكرر الخطأ التاريخي، الخطأ التاريخي الذي حصل في اتفاقية السلم المشتركة، الذي تم توقيع اتفاقية سياسية تحت ضغط صلاح الانقلاب، والأسف الشديد كان برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، هو الذي أيضا ارتكب خطأ تاريخي عندما يقولوا لمن نسلم الأسلحة، سلموا أسلحة الدولة للدولة التي أنتم نهبتوها. الجيش الوطني الجمهوري بالعربية الفصيح هو الذي يجب عليه أن يستلم أسلحة الدولة المنهوبة. هما يسألوا من هي الحكومة ومن هي الدولة، أقول لهم نقطة معينة، هي الحكومة نفسها الذي اعترفت بوجودكم كمكون سياسي في الحوار الوطني، وهي الحكومة الذي منحتكم حق التظاهر وأنتم لا تزالوا مع رضا سياسي، وهي الحكومة التي ظلت تناشدكم أن تتحولوا إلى حزب سياسي ورفضتوها، وهي نفس القوى السياسية التي اعترفت بكم كقوى سياسي داخل الدولة ولم تقمعكم في يوم من الأيام، منحتوا حق التظاهر ومنحتوا الحرية وأطلقتم الرصاص على من منحكم الحرية، انقلبتم على الحكومة التي اعترفت بكم كمكون سياسي. أنا أقول أن الشعب اليمني يدرك من أقصى إلى أقصى أنه عندما نتحدث عن السلام نحن والاستقرار وعودة الحياة وإنقاذ النازحين وإنقاذ هذا البلد من الخراب ومن الدمار هو حول نقطتين أساسيتين، النقطتين الأساسيتين استعادة الدولة وتحريرها من قبضة الميليشيا، والنقطة الثانية وهي إسقاط الإنقلاب. بمعنى آخر، أي اتفاقية سياسية ستذهب باتجاه تشكيل الحكومة على هذه النقطتين. نعم. أيوة نعم، أي اتفاقية سياسية ستذهب إلى تشكيل الحكومة دون تطبيق قرارات مجلس الأمن، وتطبيق قرارات مجلس الأمن أهم نقطتين أساسيتين، سنعود إلى نفس الدائرة. أيوة، تعز وتسليم أسلحة الانقلاب، غير هذه أنا أعتبرها أنها تأجيل دورة عنف قادمة. نعم، إذن أستاذ عبد السلام، يعني برأيك بعد الجلسة الأولى للمشاورات، يعني كيف تقرأ أنت ما حدث بناء على الأربع سيناريوهات التي طرحها مركز أبعاد؟ هل يعني ترجحت الكفات بالنسبة لديكم أم أن الأمور اختلفت؟ لا، الواضح جدا الآن أن أي تغيير في الأجندة، أي بمعنى مثلا المجيء بحكومة وتوافق سياسي على إدارة الدولة الآن قبيل تنفيذ بقية النقاط، وهو استعادة الدولة وانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم المؤسسات العسكرية، أي اتفاق معناه هزيمة لقوات التحالف وهزيمة للشرعية، ما دون ذلك هو معناه عودة الحرب. وبالعكس، يعني الجلسة الأولى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فجوة كبيرة جدا بين فريق الشرعية وفريق الإنقلابيين، وهذا ما قد يؤدي إلى انسحاب فريق الشرعية إذا ما تم الضغط عليه بتغيير الأجندة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ محمد، مع انطلاق الجلسة الأولى للمفاوضات، برأيك يعني إلى أين تذهب المحادثات في الكويت؟ هل إلى استعادة الدولة فعلا بالحلول السياسية أم العودة إلى الحل العسكري؟ ثلاث نقاط أساسية هي التي ستحدد جدية
المفاوضات نحو الذهاب إلى محادثة السلام الحقيقي ونحو الحلول السياسية. النقطة الأولى رفع الحصار الكامل عن تعز، النقطة الثانية تسليم أسلحة الميليشيا، النقطة الثالثة تحرير كافة مؤسسات الدولة من سيطرة الانقلاب وبالذات المعسكرات ومؤسسات الدولة الإدارية وإنهاء كافة الإجراءات التي تمت في الانقلاب. إذا تم تحقيق نقاط بالإضافة إلى ملف المختطفين فنحن سنتحقق التالي، أننا ذاهبون إلى محادثة السلام. من سيحدد محادثة السلام من عدمها هي إجراء بناء الثقة فيما يتعلق بتعز فورا ومسألة ملف المختطفين، بالإضافة إلى سلاح الانقلاب هو الذي سيحدد هل نحن ذاهبون باتجاه السلام أم عدمه. لماذا؟ من الذي أنتج الحرب؟ ومن الذي أنتج العنف؟ ومن الذي أنتج كل هذا الدمار في البلد؟ سلاح الانقلاب. هذه هل تجد تفاوت بين الفريقين كما وجده الأستاذ عبد السلام؟ طبعا في فرق كبير جدا ما بين تفاوت في الرؤى، يعني هل لم يعني تستطع الى الان الامم المتحده ان تقارب بينهم؟ الامم المتحده هي ملزمه تاريخيا وانسانيا ان تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الامن، وان تلتزم ايضا بمخرجات مؤتمر الحرور الوطني الذي كانت راعيه اليها. ما يميز حكومه الشرعيه اتفقنا واختلفنا معها ومع ادائها السيء من عدمه هو ان لديها رؤيه واضحه وايضا بروتوكولات معترف بها، مرجعيه مبادره خارجيه معترف بها دوليا ومعترف بها اقليميا ومعترف بها محليا، ايضا الرئيس جاب انتخابات شعبيه وجاء توافق اقليمي. المرجعيه الثالثه الذي بين يديها مثلا هي القرار الاممي الذي صدر عن مجلس الامن، مجلس الامن الذي هو راعي للتسويه السياسيه، بينما هؤلاء لا يمتلكوا اي رؤيه. اذا لابد ايضا ان نضع في اعتبارنا انه لابد من معاقبه الانقلاب، لا يمكن تقديم لا تنازلات معينة لأن هؤلاء الناس أيضا دمروا البلد. ولكن يعني ما يحدث ربما أنهم يستضافوا كما يقال وكأنهم وفد شرعي. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد المقبلي الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا ضيفا في المساء اليمني في الاستوديو. أعين اليمنيين وآمالهم معلقة بالكويت وما سينتج عنه، ونحن كذلك سنتابع الأحداث يعني لحظة بلحظة. شكرا جزيلا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.